هذا طال عمرك رجل اتصل علي او تواصل معي الحقيقة برسالة صوتية وذكر لي قصة مناسبة ولا انا قصتي اللي كنت مجهزة غير. يقول بيني وبين عيال عمي او واحد من عيال عمي موضوع شراكة في مشروع، المشروع لي انا انه يدخل معي، وكتبنا شروط العقد هذا كامل واطلع عليه وشاور عليه وانا اطلعت على العقد، والحقيقة يعني كان على اساس انه ابن عمي ولا ابي انا يصير بيني وبينه مشكلة. يقول وقعنا العقود وثقناها وخذ العقد وباقي شهر على اساس ان حنا نبدأ في هذا المشروع. بعد 20 يوم اتصل علي قال يا ابو فلان، قال نعم، قال الشرط الفلاني ودي نمسح الشرط الفلاني. قلت والله هذا اهم شرط في العقد، يا سلام، يعني مثل ما تقول شرط جزائي أم علي ولا علي، على أساس إن حنا كلنا نعرف حقوقه، وأنا ما وقعت العقد إلا بعد ما أنت وافقت عليه. فيقول صار بيني وبينه، قلت شف إن ألغينا الشرط ألغينا العقد، لا يمكن ألغي الشرط. فيقول حاول وأنا ما أقدر، الشرط هذا أساس يحفظ حقوقي ويحفظ حقوقه، حتى لو أنا وياه عيال عم وجماعة وناس نحب بعضنا، يعني يوميا نواجه بعض في المجلس. ما كان شرط كان سلام. أي نعم، رفض. فاضطرينا الى ان احنا نسوي محضر الغاء للعقد مني ومنه، وشهدنا شهود انتهينا. بديت انا في المشروع والحمد والشكر لله وفقني ربي، امورنا زالت، الا ان الرجل ما عاد يكلمني. زعل. اذا جيت المجالس ما يسلم علي ولا يقوم، اذا جيت الاماكن ما يقول. خدت فتره الجماعه الربع درهم بيني وبين الرجل هذا التباس بسبب هالموضوع. حاول يتدخل بعض المصلحين لكن البقيه سلبيين جدا، وهذه من الأخطاء الشائعة. هذه من نعم الله عليك أنك إذا شفت اثنين بينهم يعني هذا ادخل بينهم وصلحهم، الله فضلك بالكلام هذا. فيقول قعدنا فترة طويلة وصار يدور ما يغيظني. يقول عندنا ديوانية، والديوانية اجتمعوا فيها كل جماعتنا وأنا من ضمنهم. يقول تفاجأنا أو أنا بالذات تفاجأت أنه ولده بيعرس وجاب بطاقات الزواج كلها، وجاء للديوانية قبل صلاة العصر وطلع له ولد راعي الديوانية رجال سبير. قال إذا اجتمعوا عندكم الرجاجيل بعد صلاة العصر عط كل واحد منهم دعوته للزواج، واضح؟ فيقول حنا بعد صلاة العصر كل أبونا في الديوانية والولد عنده بطاقات، يوم صب دلة القهوة وتقهوينا ونسولف هم موجود. قال يا أبوي ترى فلان جاب بطاقات الزواج حقت ولده وقال وزعها على الجماعة لأني أنا والله مشغول. قال خلاص كل واحد عطى بطاقته. يقول حنا 22 أو 23 رجال في هذا المجلس، فلان بن فلاني هذه بطاقة زواجك، فلان فلاني، إلا أنا. وكأنه قاصد أنه يبين أنه ما راح يدعوني لهذا الزواج أمام جماعتي. ولا لو يعني هذا في ظاهر الأمر ما تعطي البطاقات كلهم، أنا عارف أني يوميا في هذا المجلس أنك. فيقول قالوا هنا نجي للسوء، لأصحاب السوء، إيه ما جاب لك البطاقة هذا والله ما في خير، هذا ما أدري إيش. صاروا يزيدون الحقد والقهر. ألهمني الله سبحانه وتعالى برد، والله قلت له جايبها لي أمس في البيت، جابها في البيت طق وخذها ولدي عنده، والله جزاه الله خير جابها. يقول والله لا جابها، وأنا متأكد أنه معامل هذه الطريقة علشان مثل هذا الكلام. أبغى أول شيء أسكت هالناس اللي ترفع بيني وبين ابن عمي المشكلة، والأمر الثاني أني على قولة القائل أداري على ولد عمي، خماله من خمالي. يقول المهم تم ليلة الزواج وأجيب لي حانية أو مدري هدية والله ما أذكر، لكن يقول جيت أنا وعيالي للزواج. يقول يا أخي عبد الله واقف هو على الباب يستقبل الناس. يقول يوم شافني أني نازم سيارتي ومقبل عليه والله ارتبك وادخل وسلم عليه وسلمون عليه، لا والله يا حبني حبه وسلم عليه وبغى يقبل راسي وخشمه وتأثر حتى أني رأيت عيونه مغرور قبل الدموع من جيتي في هذا المناسبة اللي كان ينوي فيها تحطيمي أمام جماعتي، والأمر الثاني ما دعيت ومع ذلك في ظل هالظروف أني أجي وسلم عليه. يقول فخذني بحطني في صدر المجلس. قلت له يا أخوي أنا راعي محل، أنا قلط مثلك، خلي الضيوف والأجناب في صدر المجلس. وهذه نقطة مهمة بالنسبة للمناسبات، إذا ولد عمك عزمك
خليك معه، لا تجلس تصدر المجلس والأجناب على الأطراف، ترى ما يجوز يا أخوان، الكرامة للأجناب، أنت ابن عم. يقول والله نبغى يصدر، قلت والله ما تصدري، أنا أقف معك أنا وعيالي ويسلم على ضيوفنا كلهم. يقول يا أبو عبد العزيز والله إنكم ما إنه رجع الغلاء أعظم من أول بكثير جد، صح، ودفننا موضوع الكره والحقد هذا بعمل بسيط يسير. جيت على نفسي وحضر الزواج بدون بطاقة وأداري على ولد عمي في سبيل أن حنا تستمر هالعلاقة وتستمر هالصحبة. يا أخوي أهلي يقول يجون أهله وربعي مع ربعي، انقطعنا يمكن فترة طويلة. فالشاهد من الكلام يا أخوان هذه القصة، يتدبر الإنسان، لا يصير أمور بسيطة تكرك في ابن عمك في جارك في صديقك، لا يا أخي القى له عذر ويمكن غضب، ولكن الجمال فيها أنك أنت تصلح بينه. أسأل الله العلي العظيم ينفع بهالقصة وجزاكم الله عني كل خير. هو الكرم لا شك.